مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نقدم لكم أحد الأسماء التي تدخل الفرحة على القلوب، وهو من الأسماء الجميلة والخفيفة في النطق والفريدة في المعاني. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم فتحي. فتحي اسم علم مذكر من أصل عربي، مؤنثه فتحية، وقد جاء على صيغة اسم المنصوب وعلامته ياء النسب في آخره. مصدره فتح، من الفعل فتح، يقال فتح الله عليه أي أنار بصيرته، والفتح هو النصر والظفر، الفوز والغلبة والإنجازات المبهرة التي تفضي إلى تقدم أكبر في العلوم والتكنولوجيا. ويوم الفتح هو يوم القيامة، واسم سورة من القرآن الكريم، قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سورة الفتح آية واحد. والفتح أيضا هو الرزق الذي يفتح الله به، وفتحي يأتي بمعنى العارف والمكشوفة عليه المعرفة والظافر بالنصر ومن فتح الله عليه بالرزق. صفات حامل هذا الاسم: إنسان صريح مع الآخرين ومع نفسه، ويكره المجاملات والكذب كثيرا. متحدث لبق، يجيد التعبير عن نفسه ويصرح بأفكاره، ويملك الحكمة وعمق التفكير. منفتح على الحياة، محب لها ومتماسك بها بدرجة قوية. يطمح لتولي دورا رياضيا في حياته. صاحب عقل منير وفكر ثاقب. طيب القلب ومتسامح في الغالب. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم فتحي؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.